طيب عايز اسال حضرتك على حاجه. امبارح بالصدفه صديق بتكلم أيوة. معاه فبيقول لي ده انا بعاني من حاجه نفسيه وبتكتر معايا في الشتاء. قال لي اسمها والله بالانجليزي بس اسمها مكلكع كده، اللي هو لما يشعر بالالم يحس ان الالم مضاعف، يعني عارف حضرتك زي صدى الصوت لو اتخبطت مثلا كده مثلا في كف ايدي احس ان القوه دي مضاعفه 10 مرات وبتنتشر في الجسم كله. بيقول لي دي منتشره وان دي كمان مش عارف اسمه ايه، قال لي اسمه بالانجليزي انا نسيته الحقيقه، وان منتشره وخصوصا في التوقيت ده من السنه. هو اسمه فايبرومايالجيا. ايوه هو ده نوع من اضطراب. نوع من اضطراب العضلات والاعصاب بيجوا مع بعض وبيبقى فعلا يعني في عندنا حاجه اسمها عتبه الالم، يعني اذا لو دست على ايدي لدرجه معينه احس بالوجع، العتبه الفارقه مع الناس دي نص بالظبط نص الدوسه دي تعمل وجع شديد جدا ويقعد مده طويله جدا مع الجسم. وبالتالي بيبقى في جزء بقى في اشكاليه عندهم، ولكن برضو من فضل ربنا علينا ان هم عاملين ادويه دلوقتي خاصه بيها، اولا متخصصه في منع الالم وكمان بتحسن الحاله النفسيه، وبالتالي بتلعب على الناحيتين دول. ففي دواء معين بيتاخد بيحسن الحاله دي، لكن هي دي حاله مشهوره جدا انه الواحد لما بيتالم يعني اضعاف مضاعفه للانسان العادي وبتقعد مده طويله، لدرجه انه يعني انا فاكر واحده من الزميلات اتلسعت بالطرف بتاع البخور، عضو البخور، خلى يبقى عندها انهيار ورعب وعياط وبكى وجريت، ويعني كان في الام عنيفه جدا رغم ان هي عامله زي لسعه، ان مثلا الولاعه مثلا حاجه لسعت حله سخنه طاسه سخنه، اللي هي كلنا بنشوفها يعني كلنا بنختبرها وبتعدي. مظبوط، الواحد كده يتلسع يحط صباعه تحت الحنفيه مشيت خلاص. لكن كانت الالام عندها مضاعفه جدا لدرجه الاغماء، فهي دي الفكره بتاعت المرض. فده بقى حضرتك شايف ان دلوقتي بالفعل المرض اللي انا مش لسه برضو مش قادر احفظ اسمه ده فايبروميالجيا. فايبروميالجيا ايوه بالظبط. طيب تمام، فايبر دي اللي هي العصب والميالجيا اللي هي العضله. تمام، ده حضرتك شايف انه بالفعل ليه ادويه وعلاجات شق نفسي وشق اعصاب دلوقتي، فالامر بقى سهل. بالظبط بالظبط بالظبط.